مرحبا، اليوم رح ناخد درس جديد للصف السادس، تنسيق الخلايا. حكينا انه توفر مجموعة خلايا سيلز خيارات تنسيق للخلايا الجدول في برنامج الجدول الالكترونية. اليوم رح نتعرف عليها هاي المجموعة واهم الادوات اللي موجودة فيها. اولا عندنا ادراج انسيرت، تتضمن قائمة ادراج مجموعة خيارات هي ادراج خلية. يمكنك إدراج خلايا إلى الجدول باتباع الخطوات الآتية: حدد الخلية التي تريد إدراجها عندها، اختر إدراج insert من مجموعة خلايا cells من القائمة، اختار إدراج خلية. خلينا نطبق مع بعض. عندي هاي برنامج جدول إلكترونية، بروح على تطبيق الصفحة الرئيسية هوم، بروح على cells مجموعة خلايا، نختار insert هي إدراج. شوفوا عندي هاي الخيارات: إدراج خلية، إدراج صف، إدراج عمود، إدراج ورقة. أنا مثلا أختار ادراج. اول اشي لازم ايش نعمل؟ بنحدد الخلية التي ادراج عندها. مثلا انا هون بدي احدد هاي الخلية، بدي اعملها انسيرت بجنبها، انسيرت هاي شيفت سيل ليفت شيفت سيل داون. مثلا انا بدي اعملها شيفت سيل ليفت، لاحظوا كيف عمل لي حدد لي اياها وعمل لي اياها فورماتينج. نحدد مرة تانية، هاي عندي اياها insert cell خلية cell down او shift cell left. اوكي، لاحظوا كيف ضاف لي عندها خلية جديدة. تمام، هاي بالنسبة لإدراج خلية. هلا بالنسبة لإدراج صف كامل، سيتم إضافة صف كامل في المكان الذي حددت فيه الخلية، إذا أما عمود وإدراج عمود كامل ورقة. خلينا نطبقها مع بعض. خلينا نعمل اندو. هلا انا بدي ادرج صف كامل، بنروح نحدد الصف اللي انا بدي اياه، بروح انسيرت شيت رو. هاي لاحظوا كيف ادرج لي صف جديد فوقيهم. طب انا بدي ادرج مش صف، انا بدي ادرج عمود كامل، انسيرت كولوم، هيك صار عندي عمود كامل. طب انا بدي اعمل انسيرت شيت، لاحظوا عندي انا بس هون ورقة واحد شيت 1. شوفوا كيف لو انسيرت شيت، لاحظوا شو صار عندي، صار عندي هون الشيت الاولى وهاي الشيت الثانية، وكانت قبليها صارت قبليها، الجديدة صارت اول. تمام، هيك عنا انسيرت شيت. هلا عنا بالنسبة للتنسيق الثاني اللي هو عنا يا حذف اللي هو ديليت هون. خلينا نشوف مع بعض. تتضمن قائمة حذف مجموعة خيارات هي حذف خلايا. يمكنك حذف خلايا من الجدول باتباع الخطوات الآتية: حدد الخلية التي تريد حذفها، اختر حذف ديليت من مجموعة خلايا سيلز من القائمة، اختر حذف خلايا. خلينا نطبق مع بعض. هاي برنامج الإكسل عندي، مثلا أنا هاي الخلية بدي أحذفها، بروح على تبويب الصفحة الرئيسية على خلايا ديليت. مثلا أنا بدي أعمل ديليت سيل، شفت سيل اب انه وين بدك تروح فيها هاي الشيل، انا بدي اياها سيل اب. اوكي، لاحظوا كيف انه حذف لي اياها للاعلى، صار كلهم انطلعوا للاعلى. تمام، هيك حذفنا خلية. طب انا بدي احذف صف كامل او عمود كامل او ورقة عمل، كيف بنروح؟ بنروح على بنحدد صف كامل، مثلا هذا طالب بدي احذفه، ديليت شيت رو. كيف لاحظوا كيف حذف لي اياها وطلعوا كلهم للاعلى. طب انا بدي احذف عمود كامل، بنحدد هذا العمود مثلا، بنعمل ديليت كولومز، حذف لي اياه بالكامل. تمام، طب لو بدي احذف ورقة عمل، بنحدد الورقة هاي اللي بدي احذفها، بروح ديليت شيت، هاي حذف لي الورقة 2 وخلالي لي بس الورقة 1. اذا هاي طريقة حذف من مجموعة خلايا. طب هلا انا مش بس هيك عندي، احنا عنا التنسيق اللي هو فورمات زي ما انتم شايفين. خلينا نشوف مع بعض ايش هو هذا تنسيق فورمات من مجموعة الخلايا. تتضمن قائمة تنسيق مجموعة خلايا خيارات هي حجم الخلية، تعديل حجم الخلية،
بتغيير ارتفاع الصف أو عرض العمود باتباع خطوات آتية: حدد الخلية التي تريد تعديل حجمها، اختر تنسيق فورمات من مجموعة خلايا سيلز، من قائمة اختر حجم الخلية سيل سايز، ومنها بنحدد على ارتفاع الخلية إما بارتفاع الصف أو العرض العمود. خلينا نطبق مع بعض. مثلا أنا عندي هذا الصف العمود بدي أعدل عليه، بنروح على فورمات كولوم ويت، بحدد اللي هو حاط لي انه درجته 8، انا بدي اياها 10. اوكي، لاحظوا كيف عدل لي حجم هذا العمود. طب بس بالنسبة للصف، مثلا انا هذا الصف حددته، بنروح على فورمات من خلايا ارتفاع هذا العمود، ما بدي اياه هيك، بدي اياه انا 30. لاحظوا كيف اختلف ارتفاعه معي. تمام، هيك تنسيق حجم الخلية. طب لتعديل عرض العمود، زي حكينا عرض العمود زي حملناها. هلا بالنسبة ل اللي عندنا يا تنظيم الأوراق، إذا هاي حددنا حجم الخلية، عندنا هلا تنظيم الأوراق يمكن خلاله إعادة تسمية ورقة العمل، بدك اختيار إعادة تسمية الورقة، تسمية اسم جديد، أو move or copy sheet لنقل الخلية أو نسخها أو لتغيير تبويب الخلية. خلينا نشوف مع بعض. هلا انا عندي بنروح على فورمات تنظيم ورقة العمل، بامكاننا نغير ورقة العمل، مثلا نسميها، لاحظوا كيف تغير هون، ضللت كلها حتى اغير ورقة العمل، اسمها الصف مثلا السادس. لاحظوا كيف استطعت اكتبها، وهي عملنا انتر تفعل عنا، صار اسمها الصف السادس. اذا من عند تنسيق مجموعة الخلايا بنروح على تنظيم الاوراق، غيرنا اسم الخلية. طب move or copy sheet، move or copy sheet بنضغط عليها، هاي لنقل او نسخ الخلية. اذا انا عملت نسخ للخلية move to end، اوكي لاحظوا كيف عندي، هلا انا ضفت خلية تانية، مثلا عملت بدي اعمل move sheet، انا بدي البيانات الموجودة في خلية تصف عفوا ورقة الصف السادس تنتقل الى ورقة العمل الجديدة الثلاث الفاضية. اوكي، لاحظوا هلا لما اضغط على الشيت 3 صارت عندي اياها انتقل، بس انا ما نقلت البيانات عفوا، هلا نحددها عفوا هيك، نحدد الخلايا اللي رد نقلها، فورمات موف لشيت 3. اوكي، لاحظوا كيف، ليش ما ضبطت، نعيدها بالله، موف سيلكت هذا الكتا هاي end. اوكي، لاحظوا كيف نقل لي الخلية، نقل لي ورقة العمل الى اخر، صار ترتيبها بدل ما هي الاولى صار ترتيبها الثالث، عفوا هيك ترتيبها. طب انا لو بدي انسخ ورقة العمل، النسخ بنروح على move and copy، عندي هذا، انا بدي انسخ create a copy، الصف السادس بدي اعمل create a copy. اوكي، لاحظوا كيف عمل لي نفسها، نسخ لي اياها كامله بالبيانات كامله. لاحظوا كيف شيء الثلاثه فاضيه، صف السادس 2 صار عندي، وصف السادس 1. اذا هاي نسخ ونقل عفوا اوراق العمل، اسف للخربطه. طب هلا بدنا مثلا نلون ورقه العمل حتى نميزها، مثلا بنفعل ورقه العمل ريد تفعيل تلوينها، نروح تاب كلر بنحدد اللون بدنا اياه، مثلا ازرق، لاحظوا كيف صار عندها لون ازرق، لاحظوا كيف اختلفت صارت لونها ازرق، مثلا هاي بدي الونها بالاحمر، تاب كلر تبويب تغيير لون تبويب، لاحظوا كيف صار عندي احمر ازرق، هاي هم صار عندي هيك، غيرت اوراق العمل الوانها حتى اميزها واستطيع الوصول الى معلوماتي بشكل اسرع. اذا هيك يا سادس بنكون قد خلصنا درسنا لليوم، يعطيكم العافية.